بوقت الناس منشغلين بالضرائب والموازنة وقانون الانتخاب ومصايب الفساد، فساد من نوع آخر يدفع الطمع لمساحات الأرض، سرقة ونسف ما تبقى من أبنية تراثية وجدت من يتصدى لها، ولكن تقرير يلقي الضوء. بينضم العقار 651 مدور بالجميزي إلى قافلة الأبنية الأثرية المهدمة، وعلى الرغم قرار وزارة الثقافة بمنع الهدم الكلي والحفاظ على الواجهة، إلا أنه كانت النتيجة بتهديم المبنى كلياً من دون أي اعتبار لقيمته المعنوية، كونه بيعود لأيام الحكم العثماني وكان من المفترض المحافظة عليه. جانا خبر بمرحلة من المراحل أنه أعمال الهدم ما عم تراعي الأصول، وبالتالي هناك خطر على هالواجهة من الانهيار، فتم توقيفه عن العمل بقرار مني لإلزامه باتخاذ المزيد من التدابير. رغم هالشي علمت مؤخراً بأنه حصل انهيار لجزء كبير من الواجهة نتيجة عدم اتخاذ التدابير المناسبة. إدراج العقار أو مجموعة العقارات على ما يسمى لائحة أو قائمة الجرد العام للأبنية التاريخية، يعني لما وزارة الثقافة المديرية العامة للأثار بتشوف أنه في مبنى أو جزء منه أو بعض الأشياء اللي موجودة فيه هي تتمتع بقيمة تراثية كتير كبيرة، بياخد وزير الثقافة قرار بيقول أدرج العقار رقم كذا 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 والبناء القائم عليه على لائحة الأبنية التاريخية. هالإدراج هيدا يعني أنه هذا البناء ممنوع يندقر إلا بموافقة الأثار. أوكي، هذه وسيلة حماية قانونية 100%. لحد اليوم في شوية تردد باستعمال هذه الوسيلة. ليه؟ لأنه ليس هناك طريقة للتعويض عن المالكين. يوم بعد يوم عم تتحول بيروت لمدينة من دون هوية، وعم تفقد وجهها الحقيقي وتصير مجرد أبنية وأبراج ما فيها روح ولا قلب. كنت شاهد عيان على الموضوع أنه قبل بسنة حاولوا يهدوه وما قدروا يهدوه لأنه كان في قرار من وزارة الثقافة بتصنيفه تراثي وبمنع الهدم عنه. خلال هيدي السنة تم تجاوز القرار بطريقة أنا ما بعرفها، وتم هدم كل الأجزاء الخلفية من المبنى وبقيت بس الواجهة، وهيدي الواجهة كانت معرضة بطبيعة الحال للانهيار لأنه ما في أي دعامات لها. وبالفعل بعد فترة انهارت الواجهة وتحول كل المبنى لركام، فجاب المستثمر جرافة وبلش تتصغر هيدا الركام لتنقله وتفضي ويفضي عقار جديد لحتى يقدر يعمر برج ما بيشبه منطقة لا مرمخايل ولا الجميزي. وعلى رغم الدمار الكلي اللي لحق بالعقار 651، إلا أنه محافظ بيروت كان عنده وعد لكل اللبنانيين ولأهل بيروت تحديداً. شغلتين، في تدابير إدارية وغير إدارية ستتخذ بحق المالك وبشرناها، أولا توقيف الأعمال بالعقار، وهناك أكيد حتماً إلزام للمالك بإعادة بناء الواجهة اللي قررت وزارة الثقافة الحفاظ عليها. على أمل أنه يكون هالعقار آخر مبنى أثري بيسقط ضحية الهدم والمشاريع العقارية اللي ما بتراعي الأهمية الاجتماعية والتاريخية والسياحية لهالأبنية الجميلة. بهالحلقة مؤسس جمعية أنقذوا تراث بيروت ناجي راجي، أهلا وسهلا فيك. مرحبا. حضرتك مؤسس هيدي الجمعية وعم تتصدوا لتمنعوا الجرائم اللي عم ترتكب بحق التراث والأبنية التراثية بالبلد اللي هي لازم يصونها القانون. رح نحكي عن ثلاث مباني كان لكم تحرك باتجاه انه منع هدا، وهي بالجميزي رح نشوف هلأ على الشاشة صور عن مبنى الجميزي ومبنى ورد ومبنى الريد هاوس. ولكن بداية شو بتخبرنا عن مبنى الجميزي؟ تفضل. مبنى الجميزي هو أرديكو 1937 تقريبا، هو خصائصه انه هو سبيسيال للمنطقة لانه المنطقة كلها تقريبا تعمرت بهذه الحقبة. نعم. وتطورت على اساس انه تكون هندسيا مناسبة لبعض البنايات. اللي صار هو انه البناية انباعت من شي 4 سنين تقريبا وانطلب هدمها. نحن منعنا هدمة مع بالتعاون مع وزارة الثقافة ولجنة الأثار. نعم. منع الهدم على مدة 3-4 سنين، بعدين فاتوا بالمحكمة على المجلس الشورى الدولة وربحوا القضية. كرمال يصير في حل وسط بين مطالبتنا للحماية والهدم، طلبنا الحماية على الواجهة الأساسية اللي هي
اهم شيء بالبنايه تقريبا هون من برا. عم نشوف هيدي الواجهه. نعم نعم هيدي الواجهه. فاللي صار هو انه طلبنا ندعم الواجهه بحديد. نعم. كرمال يقدروا يهبطوا. يعني انحلت حل وسط. يعني انحلت حل وسط مثل تقريبا كل الحالات اللي عم تصير بورد بمبنى ورد. هلا كمان رح نشوف بعد شوي على الشاشه هيدي انهدمت هيدي البنايه. انهدمت انتو عن قصد. من سمع صوتكم يعني نحن بنعتبر عن قصد. انهدمت عن قصد خبرنا. تربطت بحبال وانشدت من ميلة ورا ووقعت مثل ما بتشوفوا هلا. طب ممكن حدا يقول انه ليش بدها تضل هالابنيه بهيدي الحاله؟ نعم. ما حدا رح يجي يدفع عليها اموال. نعم. اللي بده يشتري بده يعمر بنايات كبيره، شو بتقولوا له؟ نحن بنقول لهم انه في استثمارات بيقدروا يستعملوها بغير مناطق، بيقدروا يبيعوا الهواء تبع هذه الابنيه، يعني ببيعوا حق الاستثمار لزياده الطوابق على غير مناطق، ونحن بنشجع انه نترك هذه المنطقه. انتم بتقترحوا اقتراح قانون جديد؟ نعم. موجود القانون اللي عنده هيدا شو قصدك؟ خلينا نشرح. اللي عنده هيدا العقار وعقار ثاني. نعم. بيعطوا حق يعمر زياده بالعقار الثاني اللي حدوه او بغير منطقه ليحموا العقار القديم. هيدا اقتراح ولا؟ نعم. هيدا موجود بكل بلدان العالم. وين صار هيدا الاقتراح؟ ما حدا ما تطبق بلبنان لانه القانون بعده بجوارير المجلس صار له من 2008. نعم. طيب اليوم وكمان في عنا موضوع البيت الاحمر كمان رح نشوفه هلا على الشاشه، شو صار في هيدا البيت اللي معروف من زمان عم بيكون في نضال لمنع هده وادرج على لائحه التراث بعهد الوزير السابق، ولكن اليوم كمان مستجد قضية جديدة فيه، شو هي؟ البيت الأحمر هو تراثي 100% لبيروت. والمحافظة عليه كتير مهمة لأنه بمنطقة ما فيها بعد هيك أبنية. نعم. فاللي عم بيصير هو أنه عم بيتكسر هلأ من جوا مثل ما عم نشوف بالصور. نعم. ونعطى فيه منع سماح هدم لأنه الوزير الجديد قرر هذا الشيء بدون ما يرجع. وزير غطاس خوي. نعم. قرر انه ينهد. نعم بدون ما يرجع لوزاره الثقافه. هذا القرار كمان بدون ما يرجع للجنه الثقافه. هذا القرار. نعم اللي هو منه ممضي من رئيس لجنه الاثار بالثقافه. نعم. طيب هون وين دور محافظ بيروت بكل هيدي القضيه؟ لانه عم بتصدى معكم. نحن عم نشتغل معه زياد شبيب. نعم. نحن عم نشتغل معه عاده، بس الفكره انه دائما في ضغوطات سياسيه، ضغوطات ماليه على الموضوع. نحن ما عم نتهم حدا باي شيء، بس بنعرف البلد كله بيمشي بالفساد، بيمشي بالشركات اللي بتضغط على البنوك، اللي بتضغط على عامل الاستثمار بالمنطقه، اللي ممكن تضغط حتى على المهندسين اللي عم يدافعوا عن الابنيه القديمه لانه ما عم بيقدروا يعلوا الصوت اكثر من هيك. طيب يعني هلا فينا بالحصيل نقول انه انتم ما رح تقدروا تعملوا شيء مع موضوع البيت الاحمر، بموضوع ورد والجميزه كمان؟ كمان نحن خسرنا وعم نخسر كثير، بعد في تقريبا ب 180 بنايه بس ببيروت. 180 بنايه تراثيه. نعم. كنت بدي اسالك هذا السؤال. نعم. كمان حاطين انظاركم عليها لهي البنايات؟ نحن دائما انظرنا عليها بس ما عم نقدر نعمل شيء. هو عاده لما عم تنشرها من المالك الاصلي هي عم تشتريها شركات، هون عم بتصير الخطوره. نعم. انه شركات عم بيصير في صفقات كمان من تحت الطاوله انه شلنا التصنيف تبع الابنيه. عم تعطوا اخبارات يعني عن اذا بتعرفوا ناس عملت صفقات، هل عندكم معلومات؟ هل عطيتوا اخبارات للقضاء عن هالامور؟ جربنا يعني. بس في دعم مش طبيعي للشركات العمار بلبنان، للبنوك اللي عم تستثمر كمان فيهم. يعني رفع علي كذا قضيه، قد حزام كذا قضيه بال انتم ناشطين على مواقع. نعم. التواصل. نعم. الاجتماعي. نعم. وعم تكتبوا عن هيدي المعلومات عشان هيك بنرفع قضايا عم تتعر. نعم. وشو بتعمل انت كشخص؟ يعني بنعمل مثل تنازلات. عم تروح مثل تنازلات لانه نحن ما عندنا دعم. كيف تنازلات؟ بنحب هيك يعني عم نمضي مثل تعهد انه ما نتعرض عم ترجعوا تمضوا تعهد؟ عم ننجبر لانه الضغط مش طبيعي. نعم نعم هي من زمان قطعت الفتره وهلا يمكن بنتوقع انه تجي عن جديد لانه الهجمه على الابنيه القديمه بهالوقت كثير كثير ضخمه. اوف. نعم. يعني نحن حبينا نوصل صوت طلب الانقاذ اللي انتم عم تتقدموا فيه. ما بعرف مثل ما قلت ممكن انه يصير في نوع من طيب ليش مثلا الحل اللي عملتوه انه تبقى المبنى من برا هو ذاته ومن جوا يصير في تعديل عليه؟ في عندهم قله خاصيه بنسميها قله خاصيه. لا هو هذا حل يعني هو حل نوعا ما يعني اعتمدوه هو حل ببلاد برا. ليش ما بيقدروا بامريكا تعتمد المحل وبعدين بميز هالمبنى اذا ضلت وجهته التراثيه وقيمته اعلى؟ نعم نعم. في عده حلول يعني انه حل انه اعطاء دائما بينقوا الطريق الاسهل. يعني ما بيقولوا له هات لندعم البنايه منيح بنبيع على اساس هيدا. هلا بعد في قديش بعد في مدرج على لائحه جرد الابنيه؟ منن كثار ابدا تقريبا بال 60 بنايه. 60 بنايه وانتم راصدين 180. اي وبعد في اكثر بس في منن منن مسجلين عم ينسحبوا يعني؟ اي نعم.
وهيدا بدها قرار وزير ما خصه مجلس الوزراء فيها. لا. لا قرار لا لا وزير لا. بيقدر يسحب البناء. نحن معلوماتنا اعطينا على المخبر فيها كل الاحوال. بتحب تضيف شيء ناجي؟ ضيف انه نحن بنتاسف على الموضوع، صار لنا 8 سنين عم نشتغل، كل ما ندافع عن بنايه بيرجع بيجي قرار وبيكسرها. نحن لما نطلبه هلا على الوقت المعين انه الوزير الجديد ما يكسر قرارات القديمه تبع الابنيه القديمه، يدرس مع وزاره الثقافه ومعنا، ونحن مستعدين نتعاون معه لنعطيه كل الحلول اللازمه حتى تغيير واجهات، تحافظ على واجهات. يعني حتى الوزير ما في ناس بيكونوا كمدراء عامين كمسؤولين بالوزاره ما بينصحوا للوزير إنه نعم، بس بحاله مثلا البيت الاحمر ما نسمع لاي نصائح، حتى ما في اي موافقه. قدمتوا شيء طلب لحتى انه الوزير يسمع لكم وما؟ قدمنا طلب نعم، وقدمنا كذا رساله لزياد يعني شبيب كمان، ما عملوا اي نتيجه خاصه بمنطقه الجميزه. مين الشركه اللي اشترت البيت الاحمر؟ البيت الاحمر ما عندي فكره صراحه، بعدهم عم يجربوا يبيعوه، ما هن بده يشيلوه عن الليستا ليبيعوه. لا لانه بيشيلوه قبل حتى ينباع نعم. بسعر حتى ينباع بسعر احسن أعلى. نعم نعم. يعني شو بدنا نقول؟ مثل ما قلنا بمقدمة الحلقة إنه بهيدي الحلقة الاستثنائية المتزامنة مع عيد الفصح إن شاء الله منتأمل أيام للبنان من كل براثن الفساد وكل هالمستنقع اللي عايشين فيه بالفوضى وبضرب القوانين كلها عرض الحائط. بتحب كمان تعيد المشاهدين ناجي بهيدي الحلقة الاستثنائية؟ منعيدهم بعيد الفصح أكيد. شكرا لك ناجي، وان شاء الله انه منتابع هذا الموضوع معك، وبكون وصل صوتك للمسؤولين كمان. انا مثل ما قلنا ان شاء الله انه بكون عيد فصح مجيد على كل المسيحيين واللبنانيين بلبنان وبكل دول العالم. وبنختم برنامج علم وخبر بفقره 90 ثانيه. تصبحوا على الف خير وفصح مجيد. لبيروت من قلبي سلام لبيروت. بتشوفي صور بيروت بايام الستين والسبعينات. بيروت كانت انه مدينه مميزه. وعيت على حرب وبعدنا بحرب، يعني ما تغير شيء. تغيرت يعني جددت، والحمد لله انه استقرت البلد، صارت منيحه. كانت الدنيا بألف خير والعالم تحب بعضها، كانت عيشة حلوة، والأخوة تشوف بعض. بعد الحرب بابا حدا يشوف الثاني، معيشة وغلا. أنا ماني شايف شيء مغير أبداً، نفس الشيء تقريباً. أبسط الأمور اليوم، مرق مسؤول مسكرين الطرقات كلها. كان بيروت الأسعار فيها كتير رخيصة، الشقق، الأجارات. قبل الـ 75 والـ 76 بيروت كانت حلوة كتير. كان فيها يعني بركة، كان في خير، كانت العالم تظهر، وكانت العالم تحب بعضها. هلا ما حدا بيحب حدا. كان يقولوا بيروت ما بينام واللبنان ما كان ينام، لانه السهرات اللي تصير، نوع الناس اللي تصير. اللي تغير كمان انه كانت ميزانيه الدوله وقتها ما يقدروا يصرفوها كلها. الله يرحم بيروت، راحت بيروت، كان اسمها بيروت، هلا شو صار اسمها؟ بيرهوت. انتهى، لبنان راح. أنا عم حكيك باللبنان، أنا موديل 32، عمري 85 سنة. هالشوفات اللي عم شوفها بحياتي بعد ما شفتها بعد.